السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. بعصر التكنولوجيا والمعلومات كثرت الأخبار المفبركة والإشاعات يلي غالباً بيكون أصلها وسببها صورة غير محمية، وحتى هذا الموضوع انتبهوله فريق من السوريين وقرروا يفيدوا فيه السوريين وهن فريق سلامتك. سلامتك هو مشروع غير ربحي بيساعد السوريين من خلال تقديم الدعم الفني والأدوات والمعارف والتدريب على استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات بشكل آمن ما يعرضهم للخطر، وبيضمن حقهم بالوصول الحر والآمن للإنترنت والمعلومات، وحقهم للتعبير وإيصال صوتهم للعالم. من وين بتجي أهمية مشروع سلامتك؟ كلنا بنعرف خصوصية الحاجة للإنترنت بسوريا، لأنه بيعتمد السوريين عليه للتواصل بيناتهم ومعرفة أخبار بلدهم ومعرفة أخبار بعضهم وأهلهم بالداخل والخارج، والبحث عن المفقودين، نقل الأخبار، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وأغلب الاعتماد عم يكون عن الناشطين المدنيين والإعلاميين يلي بيحتاجوا الإنترنت بشغلهم لتقديم العون للمدنيين بالداخل ولنشر الوعي حول الحريات السياسية والقيم المدنية، وبيشتغلوا بالتنسيق مع منظمات غير حكومية بأماكن مختلفة من العالم، وبشكل الاتصال الآمن بالإنترنت عامل مهم بتحقيق ضمان التواصل بين هاي المجموعات لتقوم بشغلها. بالملخص، بشكل الإنترنت منبر مهم للمجتمع المدني بسوريا بيمكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية وإيصال أصواتهم المنادية بالحرية وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات اللي بتصير بحقهم وبحق المدنيين، وتمكين كافة مكونات المجتمع من التواصل رغم الظروف المحيطة. وكمان بيعتبر الانترنت المنبر الأهم ويمكن الوحيد للناشطين الإعلاميين السوريين والمواطنين الصحفيين اللي عم يكرسوا جهدهم لنقل حقيقة المجريات بسوريا وتوصيل أخبار الداخل السوري للعالم، وأحياناً بيكون النشاط على الإنترنت سبب للقمع والاعتقال، أو ممكن يتعرضوا للتعذيب مقابل الإفشاء بمعلومات عن حساباتهم على الإنترنت للكشف عن نشاطهم وعن شبكات الناشطين اللي بيشتغلوا معها وعن ميولهم السياسية بشكل عام. مشان هيك نوجد خدمات مشروع سلامتك يلي بيشتغل فريقهم على التفاعل مع الناشطين والإجابة على أسئلتهم ومعالجة المشاكل اللي بتواجههم بمجال الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وكمان بيساعد مشروع سلامتك بتأمين حسابات الناشطين سكايب، جوجل، فيسبوك، تويتر تحت الخطر من خلال إغلاقها مؤقتا، وباستعادة صفحات الفيسبوك والحسابات اللي بيتم إغلاقها بسبب حملات التبليغ الجماعية، بشرط أنه ما ترتكب هاي الصفحات والحسابات مخالفات واضحة لقوانين الفيسبوك. بالإضافة لهيك بيقدم مشروع سلامتك تدريب للناشطين المدنيين السوريين على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع منظمات سورية ودولية. وكمان من الخدمات اللي بيقدمها مشروع سلامتك نشر الوعي والمعارف المتعلقة بالأمن الرقمي والأخطار المحتملة اللي بيواجهها مستخدمين التكنولوجيا السوريين وكيفية التعاطي مع هاي الأخطار وتجنبها. مين أكتر حدا بيستفيد من مشروع سلامتك؟ الناشط الإعلامي، لأنه كتير بيتم استهداف الناشطين الإعلاميين بالهجمات الخبيثة والرقابية، أو بيتم استهداف مواقع وصفحات وحسابات الناشطين الإعلاميين بهجمات وحملات تبليغ كجزء من الحرب الإعلامية الدائرة بالبلد. ولأنه مشروع سلامتك بيدرك الدور الأكبر للناشط الإعلامي، فهو بيوفر خدمات الأمن والحماية الرقمية بشكل مجاني. فإذا كنت ناشط إعلامي أو مدني أو تتوقع أنك تستفيد من خدمات مشروع سلامتك، ما عليك غير أنك تتواصل مع الفريق من خلال صفحتهم على فيسبوك يلي رح تلاقوها بوصف الحلقة، وبتلاقوا فيها كل معلومات الاتصال. وتذكروا أنه السلامة الرقمية بتحمي بياناتكم من السرقة والتهكير والاستخدام بمحل تاني غير محل الأصلي. تحية للقائمين على مشروع سلامتك ولكل السوريين اللي عم يفكروا بسلامة السوريين.
السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.